جسور عالية ما بين الجزر وطرق نقل عجيبة جدا، وولاية من أرقى ولايات أمريكا. فخلينا اليوم نستكشف ولاية واشنطن الأمريكية وخصوصا مدينة سياتل. ويا أهلا وسهلا يا حبايبي من ولاية واشنطن، الولاية رقم 45. ولكن هاي التجربة جدا جدا عزيزة على قلبي، لأنه في ناس عزيزين على قلبي جدا، ألا وهم يا أهلا وسهلا لؤي ناصر الدين. تحياتي، اهلا وسهلا فيك يا جد. يا اهلا وسهلا. من وين يا لؤي؟ لؤي من الخليل. اهلا وسهلا من الخليل. يا اهلا وسهلا. ومعنا كمان منصور ناصر الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا جماعه القدس. يا جماعه احسن ناس رايحين الان باذن الله نستكشف سياتل واشنطن. والمعلومه الاوليه عن شوارع سياتل قريبه جدا على ازمه هيوستن وتكساس، والشوارع تقريبا في كل امريكا قريبه على بعض من ناحيه الشكل. ولكن الصراحه انا تفاجات من ازمه سياتل، فهاي واحده من اكبر مدن امريكا سياتل، ولكن سياتل مش هي العاصمه، اولمبيا هي العاصمه. اكبر مدينتين موجودين في واشنطن الولايه اللي هم سياتل والثانية اللي هي تاكوما. فاحنا الان رايحين على منطقة وجزيرة موجودة بنص سياتل وقريبة جدا على الكوست، منطقة جدا قوية ومنطقة جدا رائعة، وراح نورجيكم جمال الطبيعة بسياتل ونورجيكم جمال المدن وطرق المواصلات القوية جدا اللي مستحيل تتوقعها. هذا الجسر اللي فايتين عليه الان هو الفاصل ما بين مدينة تاكوما وشبه جزيرة جيج هاربر، فهذا هو الجسر اللي فايتين عليه، بيشبه كثير جسر سان فرانسيسكو، ولكن هذا لونه اخضر وابيض. شو الفكره يا لؤي من انه اللون لون اخضر في الجسور زي هيك؟ هاي واشنطن ستيت بسموها الايفر جرين ستيتس. شو يعني؟ يعني هي المدينه الولايه الخضراء، لانه فيها امطار على يعني فصل الشتاء بيضلوا من تقريبا من 3 شهور لأربع شهور بيضلها مطر. هي مشهورة بالخضار اللي فيها. وصلنا هون الآن على شبه الجزيرة. طب شو يعني شبه الجزيرة يا جهاد؟ لأنه الجزيرة بكون دائما حواليها مي بشكل كامل. يا سلام. أما شبه الجزيرة بتكون هي مربوطة باليابسة، فهي مربوطة في مدينة تاكوما. حتى لو كان جسر؟ حتى لو كان جسر، بس هاي لها كمان منطقة شوي مربوطة في اليابسة بس باتجاه تاكوما بالجنوب. افتتحوه بال 1940. يا الله احنا مشينا على هذا الجسر. نعم مزبوط. صحيح. ولونه اخضر لانه هي الايفر جرين ستيت. ايفر جرين ستيت. نعم. طب ايش بصير اذا انا قصيت شجر مثلا؟ جبت شجر وقصيتها، ايش راح يصير مثلا؟ هون ممكن يقص رقبتك. هاي شبه الجزيرة الموجودين فيها اسمها الجيج هاربر. بيجوا هون الناس بغيروا جو، هون البيوت جدا غالية لانه هاي شبه الجزيرة بعيدة كل البعد عن دوشة المدينة ودوشة وأزمة سياتل، فهنا البيوت بتكون جدا جدا غالية. فلك الأشخاص بيجوا هون بيجيبوا كلابهم بتنزهوا أو بلعبوا رياضة. طب إيش بصير إذا أنا قصيت شجرة مثلا؟ هون مشكلة كبيرة صراحة. السجن. يا سلام. توصل للسجن؟ احتمال. احتمال. فيها هي مخالفة كبيرة. بالضبط. بالضبط. وهون إذا بدك تقص أي شجرة بدك تقدم تسريح زي بيرميت، بيجي الانسبكشن بده يكشف يعرف عمرها يعرف تاريخها. انسبكشن على الشجرة. آه نعم. طبعا. وشوف شنوعها. ويشوف شنوعها وهل هي يعني انه موافق انك تقصها ولا لا، واذا بدك تقصها بدك تدفع كمان فلوس عليها انك تقصها. يا سلام. وبدك تكون طريقة يعني سيفتي، يعني قصة كبيرة عشان تقص شجرة. عشان تقص شجرة طبعا. شغلة تانية مهمة، اذا اعطوك تصريح انك تقص شجرة لازم تزرع بدلها شجر. No way. والله طبعًا. لازم تزرع لك 3-4 شجرات إذا كانت هي. هم بسمحوا لك تقص الشجرة إذا كانت خطرة على البيت، عدا عن هيك ممنوع. والآن خلينا نتحرك ونستكشف ونجرب أغرب طرق المواصلات الموجودة هون. أغلب الأشخاص الأغنياء بيعيشوا بهاي الجزيرة، هاي واحدة من القوارب الصغيرة اللي موجودة هون. قديش توقعوا سعرها يا شباب؟ معقول 500,000 دولار؟ ايش توقعوا يا جماعة؟ انتم اكتبوا لي تحت في الكومنتس قديش توقعوا سعر هذا القارب الصغير. How much like this boat? Oh, this is an old boat, so you pick up old boats for cheap, you know? Like how much? Like 15,000-20,000. Do I have to pay to park here or it's free? Yeah. No, you have to pay by the foot. I have 32 feet, so it's 50 cents a foot. 50 cents a foot a day. I don't think they let you stay here much. I think maybe 3 days. هذول الثلاث جزر المرتبطين مع بعض احنا لفيناهم ورايحين لحتى نستخدم واحدة من اغرب طرق المواصلات في العالم اللي هي الفيري من بريمنتون سيتي لسياتل. وهي نظرة ثانية على السفن الحربية عن قريب. طبعا هون اذا طيرت الدرون لثواني خلص انت بتكون حياتك انتهت. وطلعوا البوابة كيف حاطين 4 stop signs عليها مش واحدة. وهذا بالضبط اللي بحكي لكم عنه بخصوص النمرة والشعار هاي الولاية اللي هو الايفري جرين ستيت. هاي مرخصة ل 2023. عندك
الجبل هذا اللي هو الماونت رينير البركان. وهنا الماونت رينير هذا أكبر بركان فعال في أمريكا، ويقال إنه لا سمح الله إذا انفجر بغطي نصف أمريكا. شايفين اللافت اللي هون؟ هيها على اليمين بتطلع مباشرة على العبارة والسفينة. وإحنا الآن باتجاهنا لحتى نفوت على الفيري وندفع التذكرة. قديش حق التذكرة يا شباب؟ طلع التيكت هون يا جماعة $17.20 على 4 أشخاص، وهذا مدخل النهاية لحتى تدخل جوا الفيري. طبعا هون احنا اول زباين موجودين، هنا رقم 1 وموجودين اول الصف. هناك في مناطق تتمشى عليها، فرحنا قبل شوي واكلنا ورجعنا. وشوف الخط اللي صار، شوف كمية السيارات اللي صارت صف هون، تقريبا غبنا نص ساعة وكل هاي الازمة بيستنوا بالفيري اللي راح يوصل هون ينقلهم على الجهة الثانية من الجزيرة، او من الجزيرة الى سياتل الداون تاون. وهي وصل الفيري، هاي الناس موجودين هناك قاعدين بينزلوا مشي. هاي هون الطاقم قاعد بينزل، في ناس على دراجاتهم كمان. حلو جدا، هاي السيارات قاعدة بتنزل الآن بفضوا فيهم. كل هاي السيارات كانت بالفيري اللي قدامكم، تخيلوا كيف. هيو أكبر دليل إنه بوسع الكرفانات، شوفوا ارتفاعه نفس ارتفاع سلام. لازم نجيب سلام ونجرب فيه هاي الوسيلة من النقل، لازم. وبدأنا بالتقدم، حس حالي نازل على حرب عشان أول مرة أفوت شيء زي هيك، وأول مرة أجرب هاي التجربة، فاشي حلو نجربها مع بعض. شو الوضع؟ شو الامور؟ احنا على اي طابق؟ في الطابق اللي فوق، في الطابق الارضي اللي موجود هون. طلاله البحر، شوف كيف لما تيجي اول واحد كيف الطلاله تكون قدامك. عالم كامل تماما، وفي ممرات للناس، والله مسموح تنزل عادي. شوف الاطلاله اللي هون، ولأول مرة أطلع بفيري زي هيك، وراح تكون تجربة جميلة جدا. هاي التجربة راح نعيشها مع بعض. السيارة ما شاء الله صفي هون، وهاي الناس بلشت تيجي، وهاي عشان الأمان عشان ما تقدم. خلينا الآن نطلع لفوق، وهاي نظرة شاملة على السيارات اللي موجودة هون، ولسه في أكثر من طابق. يعني هاي لاين، هاي لاين الثاني والثالث والرابع، وفي 2 لجوا وفوق في 2. شوف الفيري من جوا كيف بذكرني بتركيا، ولكن تركيا كانت أصغر من هيك. شوف طويل جدا وعالم كبير وثلاث طوابق لحد الآن. وفي كافيتيريا موجودة هون، هاي للناس لحتى يجي يشتري منها ويأكلوا. هاي هون مكان الأكل، هاي هون عندهم احتفالية شكلهم. حرفيا بتحس حالك في مطار. وعلشان توصلكم الصورة وتعرفوا احنا وين موجودين وين رايحين، احنا موجودين هون بالضبط، تمام. راح نمشي زي هيك تمام لحد ما نوصل لهون، لعند الداون تاون الخاص بسياتل. فهاي المسافة بدي اشوف قديش راح تاخذنا بالفيري. طب سؤال، لو الفيري ما كانش موجود راح نكون احنا هون ونرجع على المسافة هاي كاملة، ونرجع زي هيك ونرجع زي هيك، ونمشي على هذا الخط، نمشي زي هيك ونمشي زي هيك، تمام. بعدها تطلع زي هيك توصل هون، يعني بتوفر عليك تقريبا 2 ساعة. وهنا في جسر اللي صورناه اليوم الصبح ولكن نسينه، مش عارفين ليش. ارسم لي اياه، ارسم لي اياه. ليش؟ طب ليش جد ما يسوي جسر من هون لهون؟ ليش ما يسوي جسر من هون لهون؟ مسافه يا زلمه، عادي بامريكا اذا بسوي شيء. هذا لا لا، هذول مش الصين، هذا مش الصين. وطلعنا فوق الان، وهذا اللي قدامكم الا وهو المحرك. وهون الناس اللي قايدين هاي السفينه، ربان السفينه. وهاي سيارتنا هون، وشوفوا وين مطله. يا اهلا وسهلا. سريعة جدا، ما توقعتها بهاي السرعة، والله العظيم قاعدة بتذكرني بأيام تركيا. أيام تركيا كانت هاي وسيلة نقل بين اسطنبول الآسيوية واسطنبول الأوروبية، ولكن أيام تركيا كانت ب2 ليرة تركي أو 3 ليرة تركي، يعني تقريبا أقل من نصف دولار، ولكن هنا على الشخص 4 دولارات تقريبا. شوف الأجواء، يا أهلا وسهلا من قلب ولاية واشنطن. واشنطن الولاية وليس العاصمة، من قلب سياتل. مين كان متوقع ان سياتل فيها هاي الشغلات؟ تخيل انه هذا الربان لو بس قرر يمزح معنا بيودينا هناك على كندا، لانه كندا قريبة جدا من هون. وفي لها اكثر من وسيلة نقل، بامكانك تطلعها بالفيري اللي زي هيك، او بالسفن العادية، او حتى سواقة، لانه واشنطن موجودة على حدود كندا. هاي هي سياتل المجنونة، والجو جدا بارد يا جماعة. الحكي مش زي الشوف، الحكي مش زي الشوف. بس انا بتوقع انه الكاميرا صادقة. الماء والخضراء والوجه الحسن. الوجه الحسن شو قصته؟ تحكي لي شو قصة الوجه الحسن. القلب تجرح. احكوا لي شو رايكم في عبارة الماء والخضراء والوجه الحسن، هاي عبارة لؤي. How you doing؟ شو رايك بالرحلة؟ احلى جزء فيها حبيب قلبي. قربنا يا حبايبي، قربنا على الداون تاون الخاص بسياتل، وهاي اللقطة حصرية للداون تاون من هون من اعلى الفيري. فتح البوابات واحنا مش فيها. اوكي اوكي اوكي، وصلنا وصلنا وصلنا.
يا بس يستأخر ويروح قطع البور. هاي انفتحوا 3-2-1 وهيك بنكون نزلنا وخلصنا من تجربة ب$4 على الشخص برحلة كانت ما يقارب الساعة. تخيلوا طلالة هاي اللي أنا شايفها، يعني مش شايف زي البنادمين العاديين زي هيك، لأنه برضو سياتل كلها طلعات عالية زي سان فرانسيسكو، يعني هي خليط من داون تاون شيكاغو وارتفاعات سان فرانسيسكو. كمية الخليط بهذا الداون تاون إشي رهيب جدا، وهاي الأسلاك اللي فوق هاي خاصة بالقطارات، وهذا تماما برج اتصالات وفوق موجود في مطعم. الحمد لله على السلامة. سأتلكن والله راحت عليك. ايش يا كبير. هذا البارك اللي موجود هون اسمه الكيري بارك، وشوفوا لوين مطل، مطل على المدينة كاملة والداون تاون كامل. ما شاء الله على هاي الاطلالة، كل الناس بتيجي هون لحتى تشوف السانسيت غروب الشمس. وصلنا هون وعند غروب الشمس واطلالة جدا بتجنن والجو بارد. فالآن عندي سؤال وتحدي، احنا تقريبا كلنا سافرنا ولايات كثيرة، فبدي أسأل كل واحد شو هو ولايته المفضلة وليش. كم ولاية دخلت؟ 35. شو هي ولايتك المفضلة؟ كاليفورنيا. ليش؟ الجو حلو. 10 ولايات ما شاء الله. شو ولايتك المفضلة؟ بلادي. لا ليش طيب؟ الجو كثير أحلى غير والطبيعة أحلى. يا سلام. بلاقيها هون كتير ستريس. بس إذا كان بدك تسألني بالنسبة لأمريكا، مش بلادي أمريكا، بس بالنسبة لأمريكا كاليفورنيا. أوكي. هي أكثر ولاية. يسعد قلبك كمان مرة. يسعد قلبك كمان مرة. 49 ولاية، من ناحية طبيعة ألاسكا، من ناحية معيشة كاليفورنيا. How many states have you been? Two. كاليفورنيا. Why? هاي مصورنا الفخم جدا جدا جدا، بروفايله جدا رائع يا جماعة حبيبي. وهاي مجموعة صغيرة من صور اللي بصورها. 30 30. اوكي شو هي ولايتك المفضلة؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا. واو كنا حكينا كاليفورنيا صح؟ طبعا. كاليفورنيا 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 كاليفورنيا. وانا اكيد كاليفورنيا هي رقم واحد يا جماعة على مستوى امريكا كاملة، بعد 45 ولاية امريكية كاليفورنيا هي رقم واحد دون منازع. ومن تحت هاي الغيوم الجميلة والأمطار الخفيفة، شكرا شركة إيمجوان صاحب شهادة السياسة على رعاية الرحلة كاملة. هيك قد الفيديو اليوم، شوفكم في الفيديو الجاي وسلام.